اسمي احمد خالد، شغال هنا في شيرتون بقالي 3 سنين في قسم المطبخ. انا اصلا خريج سياحه وفنادق، فانا من زمان انا بحب المطبخ، كنت بحب في المدرسه وكنت نفسي ابقى شيف. في المطبخ جوه فيه سخن، جارد منجيه، حلواني، جزار، سماك. انا بالتحديد بحب الجسم السخن جدا، يعني شايف نفسي ان انا ابقى فيه احسن وحبه، ومن زمان نفسي اتعلمه واعرف اعمل اكل واعرف اسوي واعرف اعمل، يعني واعرف اعمل كل حاجه. انا اسمي اسماعيل عبد الله جبريل، ابتديت من سنه 83. انا خريج سياحه وفنادق، انا اكزيكتيف شيف لشيراتون دريمنت. النهارده انت بتبدا الاول خالص، بتبقى متدرب، بنحطك في كذا قسم، بتشوف انت راغب ايه او بتدي ايه، او الشيف بتاعك بيشوفك انت بتدي ايه النهارده، وبعد كده بتبدا تشتغل وانت متدرب، بتشتغل لمده سنه لو سير دوكوميه، وبعد كده بتاخد تبقى سكند دوكوميه، وبعد كده بتاخد فيرست دوكوميه، وبعد كده بتبقى ديمي شيف دي بارتي، وبعد كده شيف دي بارتي، وبعد كده سونيور شيف دي بارتي، وبعد كده تبقى سو شيف، وبعد كده تبقى اكزيكتيف سو شيف، وبعد كده بتوصل تاخد اكزيكتيف شيف. اول ما ابتديت كنت ببوظ كتير، وكنت ببيع حاجات كتير، عشان من الحاجات اللي ببوظها ديت بتعلم منها الصح. كان الشيف كان بيسيبني اعمل حاجه، وكان الشيف ده جنبي، فكان بيسيبني اشتغل لوحدي عشان لما ابوظ بيقول لي هتتعلم. هو عامه الشيف العمومي يعني هو علاقته كويسه معانا، ودايما اي حاجه بنحتاجها بيديها لنا، واي حاجه مش عارفها بيقول لي عليها. المطبخ سلسله، لو قسم وقع فيه كلنا هنقع، لو قسم مش كامل فيه كلنا مفيش، فلازم كلنا نكون مكملين بعضينا. انا اسمي علاء صلاح، جيت عشان اقدم شغل في شيراتون دريم. انا اصلا خريج دبلوم تجاره، كان نفسي اكمل واخش سياحه وفنادق، بس حصلت ظروف، والدتي كانت تعبانه وكنت قاعد جنبها فما كملتش. لما قدمت ورقي اشتغلت في الامن، قعدت فتره، بعد الفتره ديت حبيت، بصيت على المطبخ، بعدي على المطبخ بشوف الشيفات، بشوف شغل المطبخ، فحبيت المهنه، فقلت لهم ان انا اتدرب عندكم، قالوا ما فيش مانع، وكملت معاهم. انا مسؤول في قسم الجارد مانجيه اللي هو القسم البارد، قسم السلطات، بعمل بوفيه فطار زائد الالاكارت، تلاج الاوردرات اللي بتيجي، زبون بيطلب اوردرات، بعمل نفس الاوردرات برضو مع تجهيزات الفطار. الشيفت بتاعنا بيبدا من الساعه 11 بالليل لحد الساعه 7 الصبح. ده توك لازم البسه عشان شعري ما يقعش في الاكل، ولازم دايما يكون دايما حلو، ودي سلفتها بتحميني من اي حاجه تيجي عليا، ترتشت زيت اي حاجه. وده الجاكيت، ده الاول بتاعي، بيحميني برده من حاجات كتير، ممكن حاجات تكب عليا، يحميني ممكن سخانيه النار، حاجات كتير. لازم اكون لابس كل يوم قبل ما اخش الاوبريشن بتاعي طقم كامل. ده قسم الجردمانية طبعا بيبقى قسم حساس كويس، لان الخضار فيه ما بيتبخش، ما بيحصلش الطبخ للخضار، دايما الخضار بيبقى مغسول نظيف، بيبدا يقطع عشان يشتغل. الطباخ طبعا بنسميها ظروف محيطه بيه، مش اي حد يقدر يستحملها، زي ان هو طول الوقت لازم يفضل واقف، بيشيل معدات، ممكن بيشيل حاجات ادوات الطهي بتاعته، ممكن بيتعرض احيانا للحرق او يعني للجروح. اهم حاجه يبقى حابب الشغل، انه هو حابب انه يشتغل في المطبخ. طبعا النظافه الشخصيه رقم واحد، لان احنا بنهتم جدا بالنظافه الشخصيه. اثناء التريننج اللي بتعمله مديريه التدريب بتعرفه الهيجين يعني ايه، الفود بويزنج يعني ايه، يعني ايه النهارده ما تسلمش على حد، يعني ايه ما تحطش ايدك على شعرك وبعدين تشتغل، يعني ايه تطلع تشرب سيجاره وبعدين ما تغسلش ايدك بعد السجاير. بالنسبه للكلافز ليه فايده كبيره، ان انا اخر واحد بطلع الاكل للزبون، ببقى مطمن ان الزبون بياكل، هو مطمن ان الاكل ما فيهوش بكتيريا ولا فيه اي حاجه. طبعا احمد خالد كان بيتدرب في المطبخ، وطبعا هو بيحاول ينمي نفسه، دايما بيقرا،
يبحث على النت على هو ما هو جديد، ودايما هنلاقي دايما معاه نوتة وقلم بيكتب كل حاجة هو بيتعلمها او بيعرفها. انت لازم تكون امين اولا مع نفسك ومع ربنا اولا واخيرا. طبعا فيها مخاطر، مخاطر ان مثلا شغال بمعدات، شغال بمكنه، شغال بالانشور ومعايا ناس مسؤول عنها. النهارده لو في ميه في الارض النهارده وانت زحلقت لا قدر الله ممكن يحصل لك كارثه. ما تهزرش مع زمايلك وهم معاهم سكاكين، او تهزر مع زميلك بايدك. هو اهم حاجه لازم اكون واقف في المطبخ وانا مركز، شغال بسكاكين، واقف على نار، جنبيه اكل، ميه سخنه. فانا لو مش مركز وانا واقف في المطبخ يعني ممكن يحصل لي حاجه، اتعور، اتحرق. هو دايما بيبقى واحد حريص وهو شغال عشان خاطر طبعا الطاسه ممكن تبقى سخنه، الخلاط تبقى سخنه. اهم حاجه ان هو يطلع الاوردر في ايه، في ميعاده، انه ليه تايم. الزبون اللي جاي لك مستعجل، عايز ياكل، عايز ينام، وراه مشوار. انا لو في حاجه عملتها فوق البوزيشن بتاعي ممكن الشيف يعني يقف جنبي ويعمل لي مكافاه عشان يشجعني اعمل حاجه تاني وادور تاني، وافضل دايما على طول عايز اعرف حاجات كتير، ما افضلش واقف مكاني. هو طبعا شغله الطباخ دي شغله مهمه جدا، اللي بيفرق مكان عن مكان طبعا الناس اللي شغاله. هو الكارير المطبخ دلوقتي بقى من الحاجات اللي ليها مستقبل كويس قوي، ومطلوبه جدا على فكره في سوق العمل جدا. ما جيت عشان اخش المطبخ ما كانش في فرصه، بس انا عشان عايز اتعلم ونفسي ابقى شيف، قبلت ان انزل ستيور ونزلت ستيور. وعلى فكره الستيور فاتتني حاجات كتير جدا، ان انا اشغل معدات، انضف مكان ازاي، اعرف اسمي المعدات، اعرف اسمي العدد اللي اشتغل اللي الشيف بيشتغل بيها. في ناس بداوا يعني ويتر او بداوا طباخين صغيرين، تريني كوك، وبعدين بالتدريج بداوا ان هم يعلوا في البوزيشن واحده واحده لغايه ما بقوا اكزيكتيف شيف. لو انت اشتغلتها من اول درجة لحد ما وصلت للاخر هتبقى عارف كل واحد بيعمل ايه. مفيش حد بيبتدي مدير على طول، كلنا تعبنا، كلنا ابتدينا من الصفر، اتعلمنا، وعلى قد ما اتعلمنا وعلى قد ما اخدنا خبرة على قد ما وصلنا. هو ان شاء الله وقت ما انا ناوي اتعلم وناوي احب ما انا بحب المجال او بحب المينا وعاوز اتعلم، اي حد مش انا بس، فربنا يكرمه ويبقى نشوف ويبقى زي ما عاوز.